بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الصف السادس الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موعدنا مع الامتحان الثالث من كتاب Amazing. فلنبدأ. Choose the correct answer. Number 1. We are waiting to hear his opinion about this problem. He is a NOAT member in our staff. طعنا تبع الإجابة influential اللي هو ذو نفوذ أو تأثير. قال نحن بننتظر لأن احنا نسمع رأيه بخصوص هذه المشكلة، فهو عضو طبعا ذو تأثير في هيئة العاملين بتاعتنا، يصطاف هيئة العاملين، يبقى هو عضو ذو نفوذ أو ذو تأثير في هيئة العاملين الخاصة بنا. طبعا natural طبيعي، social اجتماعي، illegal غير قانوني. التانية، do you think he will be able to note new ideas this meeting؟ طبعا تبع الإجابة introduce يقدم، يبقى هل تعتقد بأنه سيكون قادر على تقديم أفكار جديدة هذا الاجتماع؟ طبعا avoid يتجنب، neglect يهمل، divide يقسم. التالتة، what do you think of note learning؟ طبعا بتبقى distance learning هو التعليم عن بعد، طبعا remote بعيد. What do you think of distance learning؟ ما رأيك في التعليم عن بعد؟ الرابعة، no one expected the نقط of coronavirus to be so far at the beginning. طبعا هنا تبقى الإجابة gravity، هنا معنى خطورة وليست جاذبية، يبقى للا أحد توقع خطورة فيروس كورونا to be so أن تكون هكذا at the beginning في البداية. طبعا serious خطير، dangerous خطير. الخمسة، always be optimistic، دائما كن متفائل. The antonym of optimistic is، عكس كلمة optimistic اللي هي متفائل، طبعا تبقى pessimistic متشائم. realistic واقعي، majestic فاخر، energetic نشيط. الستة، the fruit seller was separating good apples from bad ones. The synonym of separate is، يبقى لبائع الفاكهة بيفصل التفاح الجيد من التفاح السيء. المرادف لكلمة separate هنا تبقى طبعا detach اللي يفصل، عند connect with join with link معناهم يربط أو يتصل. السبعة، they drilled in the door to fix the handle، يبقى هم ثقبوا في الباب عشان يركبوا المقبض. The antonym of drilled is، يعني عكس كلمة drill هي ينقب أو يفحر، هتبقى filled يملأ. طبعا fail يفشل، fail يقع، وfilled يشعر. التامنة، someone who does practical work connected with science or technology is a، الشخص الذي يقوم بعمل طبعا عملي practical مرتبط بالعلم والتكنولوجيا، طبعا ده بيبقى a technician هو العامل الفني، musician موسيقار، inspector مفتش، innovator مبدع. التسعة، he found it difficult to breathe not oxygen while climbing the mountain. طبعا الإجابة اللي جت هنا اللي breathe off هنا للزفير، طبعا هي breathe in يتنفس، فهو قال هو وجد من الصعب ان هو يتنفس الأكسجين بينما هو يصعد الجبل. طبعا هي جاية off، لكن اللي انا شايفه ان breathe in هنا ده بيدخل الهواء، اما الزفير ده بيخرج الهواء، فطبعا هي قلنا جت في الإجابة اوف. طبعا زي ما احنا شايفين اهي، يعني دي الإجابة اللي جت اهي، يعني في الإجابات جايبة اوف، لكن بريز اوف دي بتيجي للزفير، انا عايزها اللي هي دخول الهواء من وجهة نظرني ان افضل. عندي الجملة العاشرة، someone who is related to a person who lived ago is called a، يبقى الشخص اللي هو مرتبط بشخص واللي عاش فترة منذ فترة طويلة مضت is called a، طبعا يبقى descendant اللي هو حفيد أو سليل. طبعا
طبعا عكس اللي هي انسيستر اللي هم الاسلاف، يبقى اللي الشخص اللي هو مرتبط بشخص عاش منذ فترة طويلة مضت، طيب يبقى ديسندنت. طبعا تودلر اللي هو الطفل لسه اول ما يبدأ يمشي. 11 I wrote not many topics but this is the most difficult one. طبعا wrote about، يبقى انا كتبت عن موضوعات عديدة ولكن ده الموضوع الاكثر صعوبة. 12 My father not the owner of being chosen as the best teacher in Egypt last year. طبعا my father had the honor، يبقى والدي كان له الشرف بأن يختير كأفضل معلم في مصر العام الماضي. طبعا forgot ينسى. 13 Painting has not up much of his time. طبعا تبقى هنا take up، يعني طبعا take up يستغرق فترة من الزمن. طبعا painting has taken، يبقى الرسم أو الدهان استغرق معظم وقته، يبقى much of his time، يبقى استغرق كثيرا من وقته أو أخذ كثيرا من وقته، يبقى taken up يستغرق. 14 and something is right or acceptable، شيء بيكون صح أو مقبول for a particular purpose or situation، من أجل غرض أو موقف معين is a، فأنا يبقى هنا suitable مناسب. flexible مرن، recognizable يمكن التعرف عليه، sociable اجتماعي، فأنا للأشخاص. 15 سمير told his أو سميرة told her guest that lunch not in 5 minutes. طبعا told ماضي، يبقى طول وطبعا will be مكرر مرتين وطبعا الاثنين غلط، فتبقى would be ولا had been. طبعا 5 minutes خلال 5 دقائق، يبقى هنا كأني بتكلم عن مستقبل، فلا هي will أغيرها ل would، تبقى would be، يبقى دي هتبقى الإجابة الصحيحة عندي. أما had been ما تنفعش لأن هنا كانت ماضي تام، يعني كان أصلها ماضي بسيط، وبن سيجهز خلال 5 دقائق، يبقى عايز مستقبل هو كان will be وحولتها عشان told ماضي من will إلى would. 16 the teacher often has the worker not the telephone bill. طبعا هنا has هجيب بعدها المصدر بدون to، يبقى has the worker pay يدفع، يبقى للمدير او الناظر غالبا ما بيخلي العامل يدفع فاتورة التليفون. عندي 17 اليسرى said just now that she، طبعا عندي just now وحتى على الرغم من اني said ماضي ما قلتش اغير الزمن اللي جوه لانها حالا او في التو، يبقى مع التعبيرات دي يعني ما بغيرش الزمن جوه، يبقى هنا ما قال هنا she not buy a new mobile the following month، يبقى هنا بتكلم عن مستقبل، يبقى هاخد will، يعني طبعا would وقود دولت ماضي ومصنت مش هتديني معنى هنا. 18 او المعنى بتاع مصنت مش مطلوب هنا اصلا. 18 the officer asked the bank guard what time، يبقى الضابط سأل الحارس بتاع البنك what time the night before، يبقى متى حدثت حادثة السرقة the night before الليلة السابقة. طبعا واضح ان هي مباشر وغير مباشر، يبقى عندي اللي هي بدأ فعل مساعد هشيله، يبقى هشيل had وهشيل did، فضل عندي the robbery had happened و the robbery happened. طبعا هي night before اتغيرت، يعني كان بيسأله على الماضي البسيط، والماضي البسيط طبعا غيرتها هنا night before لان كان اصلها last night، يبقى هنا خليها ماضي تام، يبقى الإجابة عندي هتبقى ماضي تام، دي the robbery had happened، لأن طبعا الماضي البسيط إما أغيره لماضي تام أو أسيبه ماضي بسيط، بس لو غيرت الكلمة غيرت الأزمنة يبقى لابد أغيره لماضي تام، فهي the night before كانت last night فإحنا غيرناها، فبالتالي أخد الماضي التام وليس الماضي البسيط. 19 العادل is ill I think he not a doctor. طبعا هنا العادي المريض، يبقى أعتقد طبعا هم قالش باي a doctor، يبقى I think he should see. طبعا شفنا جملة زيها قبل كده بس كانت مبنية للمجهول، لو كان قال لي I think he should be seen by a doctor لو كان جاب لي هنا باي، إنما ما جابش باي يبقى جملة مبنية للمعلوم نصيحة،
بل لعاد المريض أعتقد أنه ينبغي أن يرى طبيبا. طبعا كل ده يبقى عليها سي سي مص سي وشود بي سين ومص بي سين اللي هي شود بي سين ومص بي سين كانت عايزة باي لأنه دوت مبنيين للمجهول. وطبعا قلنا دي نصيحة وليست إلزام فخدت شود وليس مص. 20 العادل إذ إل طبعا هي الجملة هي إياها بتتكرر. عندي 21 this place is full of criminals قال لي هذا المكان مليء بالمجرمين it's not safe as you told me فطبعا يبقى استنتاج فأقول استحالة ان هو يكون آمن كما أخبرتني يبقى استحالة تبقى can't be طبعا عكسها must be لي لابد وميبي بتيجي للاحتمال يبقى للمكان مليء بالمجرمين استحالة أن يكون آمنا كما أخبرتني. 22 النقط she had enough money she wouldn't buy that blouse طبعا wouldn't buy اللي هو عضو التصريف الثاني يبقى هي الحالة الثانية الإف وكده كده عندي she had enough يعني مدى ماضي بسيط would والمصدر طبعا ناقصني أجيب اللي هي الأداة المناسبة يبقى حسب المعنى أقول لو ما كانش معاه فلوس كافية ما كانتش هتشتري يبقى الإجابة هتبقى عندي unless إذا لم وطبعا unless بيجي بعدها جملة كاملة فعندي ماضي بسيط أهوني يبقى كده التركيبة سليمة. أما unconditioned محتاج معاه ذات in case بجيب معاه of والجيرند لو هي بتساوي if والزود بيجي بعدها الجيرند وطبعا in case of جيرند أو اسم. 23 this place is full of criminals اتنقط طبعا دي حلناها برضو قبل كده هتبقى كانت باستحالة ليها جملة رقم 21. 24 المارجريت stays in this hotel with her family is a famous English woman طبعا شفنا جملة زي دي قبل كده بس كانت stays كانت stay طبعا فكانت هنا بيقول فيها مارجريت اللي قامتها في هذا الفندق كانت ended انتهت انما هنا طبعا ما هيش اسم ده هي هنا فعل وبالتالي هاخد ضمير الوصل عادي اللي هو هو يبقى اللي مارجريت هو ستيز اللي اقامت في هذا الفندق مع اسرتها is a famous English woman هي امرأة انجليزية مشهورة بدأ ضمير وصل عادي خالص يعني طبعا هنا فعل اما هم ضمير وصل للمفعول وطبعا ضمير الوصل الفاعل غالبا بيجي بعد منه فاعل اما ضمير الوصل المفعول طبعا بيجي بعد منه فاعل ويتش هنا لغير العقل وهوز ملكية. 25 قال it was only when the novel had come out قال لي فقط لما القصة اتنشرت many people نقط it طبعا هنا الماضي التام هي اتنشرت الاول بعد كده الناس اشترتها يبقى الحدث الثاني يبقى ماضي بسيط يبقى many people bought it اشترتها بعد ان نشرت. عندي بعد كده جملة 26 I can't believe it لا استطيع ان اصدق ذلك have you finished your task طبعا هنا مفاجأة لان خلص قبل ما هو متوقع فبختار already وليس it يبقى له لا أصدق لا أستطيع أن أصدق ذلك هل أنت انتهيت من عملك بالفعل يبقى هنا بسأل بوريدي قلنا وليسيت. 27 السيف أند حازم أر سكيلفول بلايرز بل السيف وحازم لا كلاهما لاعبين ماهرين طبعا هنا of them plays for the main team طبعا هنا plays مفرد فعل مفرد لأن جبنا له اسم مضارع ففي الحالة دي هاخد اما اتش او افري طبعا افري ما بيجيش بقى اوف يبقى تبقى الاجابة اتش اوف ذم يبقى كل منهم بيلعب للفريق الاساسي. 28 النقط ذات هي مانجد تو سولف ات ويزاوت اني لص طبعا قال لي تمكن لدرجة ان هو تمكن ان هو يحلها بدون اي خسارة فطبعا هنا بدأ بصو هي طبعا تركيبة صو وعندي مفروض ذات وهنا ذات هيني فطبعا لو بدأ بصو فالمفروض بيسبق الفعل على الفعل يبقى صو هيلة فدي ودي غلط فأصبح عندي سي ودي سو كيرلسلي هو تعامل معها بإهمال لدرجة انه تمكن من حلها ولا تعامل معها بعناية طبعا هنا تبقى لترضي طبعا ما جاش صفة ده جه ظرف لأن عندي دي اللي هو الفعل
يعني طبعا سو بيجي بعدها صفة أو ظرف، لكن عشان عندي هنا الفعل فجبنا ظرف. يبقى اللي so carefully did he deal with the problem، يبقى هو تعامل مع المشكلة طبعا بحرص لدرجة أنه تمكن أنه يحلها بدون أي خسارة. عندي بعد كده القطع، نشوف القطع مع بعض. الجري هاوند ريسينج، طبعا هاوند ده اسم من أسماء الكلب، يعني هاوند ده كلب. يبقى طبعا جري اللي هو الرمادي، وريسينج اللي هو بتاع السباق. يبقى الكلب بتاع الرمادي بتاع السباق ده is the sixth most popular spectator sport in the United States. يبقى السباق ده اللي ده بيكون سادس أشهر رياضة spectator منظور عن spectator معناه مشاهد في الولايات المتحدة. Over the last decade على مدار العقد الماضي a growing number of race dogs، بل عدد متزايد من الكلاب بتاعت السباق have been adopted to بنيت to spend their retirement لكي تقضي وقت ليها تقعدها وطلعها على المعاش as household pets كحيوانات أليفة منزلية when their racing careers are over بمجرد ما ينتهى المستقبل السباقي بتاعها. يبقى هنا كانت هي كلاب مخصصة للسباق، أما سنها بيكبر وبتتقاعد ما عادش تمشي في السباق بياخدوها كحيوان أليف في البيوت. And many people hesitate to adopt a retired racing greyhound. يبقى الكثير من الناس بتتردد في ان هي تتبنى الكلب اللي هو البني بتاع السباق ده المتقاعد. ليه بقى؟ Because they think only very old. طبعا لانهم بيعتقدوا they think only very old dogs are available. لانهم بيعتقدوا فقط ان الكلاب العجوزة جدا هي المتاحة. Actually اللي بالفعل even champion racers only work until they are about 3.5 years old. أن حتى المتسابق البطل فقط بيعمل لغاية ما يكون عنده فقط 3 سنين ونص. Because greyhounds usually live to be 12 to 15 years old. لأن الكلاب دي يعني عادة بتعيش لما يبقى عندها من 12 ل 15 سنة. Their retirement is much longer than their racing careers. اللي فترة التقاعد بتاعتها بتكون أطول من فترة السنية مستقبلها في السباق. People worry that الناس بتقلق أن a greyhound الكلب الرمادي دي will be more nervous هيكون أكثر عصبية and active وأكثر نشاطا than other breeds من الفصائل الأخرى. And will need a large space to run ويحتاج مسافة أو مكان فاضي أكبر لكي يجري فيه. These are false impressions هذه انطباعات سيئة أو انطباعات غير حقيقية أو مزيفة. Greyhounds have naturally sweet mild dispositions هذه الكلاب اللي هي البنية دي يعني بتمتلك طبعا disposition مزاج من مزاج معتدل وطبعا حلو أو جميل بطبيعته أو بالطبيعة. And while they love to run قالوا ما بيحب يجرم they are sprinters rather than distance runners. طبعا sprinter لو احد انواع السرعات حتقولك بيفتح sprint في القرى والكلام ده، يبقى بيجرم بطريقة معينة وليس بيجرم جري مسافات طويلة. And are sufficiently exercised وممكن بطريقة كافية يتدربهم with a few daily laps. طبعا لاب هنا بتيجي بمعنى لفة، منهم يلفوا لفات يومية قليلة around a fenced in backyard. طبعا هنا backyard اللي هي زي حديقة في خلف المنزل أو رضها لها سور fenced اللي طبعا fenced اللي هو السور. Greyhounds don't make good watchdogs. عند احد عيوبها ان هي ما بتبقاش ما هيش كلاب حراسة جيدة. But they are very good not children. طبعا هنا المقصود انهم بيكونوا جيدين طبعا مش واضحة اكيد بالتعامل مع الاطفال. With the children get along well with other dogs بيتوافقوا جيدا مع الكلاب الاخرى. And usually cats as well وايضا والقطط ايضا. And are affectionate بيكونوا عاطفيين and loyal ومخلصين. They are intelligent بذكيين. Well behaved dogs وكلاب بتتصرف بطريقة حسنة. Usually housebroken in only a few days
كان هنا المقصود هاوس بروك انه يعني بتعود يقعد في البيت خلال ايام قليله. الريتاير دريسنج جري هاوند قال الكلب اللي هو متقاعد بتاع السباق از ا وندرفول بيت فور اولموست اني ون بيكون حيوان اليف رائع تقريبا لاي شخص. نشوف الاسئله مع بعض. قال لنا السؤال رقم 29 according to the passage طبقا للقطع the author's main purpose is to الغرض الرئيسي للمؤلف هو. طبعا هتبقى الإجابة عندي هي letter D objectively. طبعا objective موضوع يبقى بطريقة موضوعية present the pros and cons of adopting a racing greyhound يبقى بطريقة موضوعية بيقدم مزايا وعيوب تبني كلب رمادي بتاع سباق. 30 according to the passage adopting a greyhound is a good idea for people who اللي طبقا للقطعة تبني كلب البني ده فكرة جيدة للناس طبعا اللي بتمتلك ايه طبعا اللي عندها half another dog or a cat اللي عنده كلب اخر او قطة لان قالوا ممكن يتعايش معهم. 31 which of the following implied by the passage اي من التالي القطعة بتدل عليه او بتخبرنا به يبقى imply يدل على. طبعا هو كان بيقول ان الناس خايفة من الجري هاوند او الريسنج جري هاوند يبقى طبعا هنا القطعة بتبين لنا بان the public don't know enough about جري هاوند as a bit بان الجمهور لا يعرف بدرجة كافية عن الكلب البني الرمادي ده as a bit كحيوان اليف. 32 one drawback of adopting جري هاوند is that احد عيوب تبني الكلب الرمادي طبعا هي ان قلنا ان هو ما هواش كلب حراسه يبقى طبعا تبقى الاجابه اخر واحده اللي هي جري هاوندز ار نوت جود واتش دوجز يبقى ليسوا كلاب حراسه جيده. 33 the antonym of the underlined word loyal is عكس الكلمه اللي تحت منها خط اللي هي loyal مخلص طبعا هيبقى ايه يبقى loyal مخلص هتبقى faceless لعديم الاخلاص. طبعا هنا القطع قلنا دي فيسلس يبقى غير مخلص دي عكس لويال. 34 قال لي this passage is most like an advertisement دي شبه عنوان الى حد كبير لان طبعا هنا encourage people to do something بتشجع الناس ان هي تعمل شيء ما وهو طبعا تبني اللي هو الجري هاوند. السؤال 35 قال لي according to the passage طبقا للقطع a retired racing greyhound بل الكلب الرمادي بتاع السباق المتقاعد ده available متاح for adoption للتبني will most likely be هيكون في معظم من المحتمل اكثر ان يكون. نشوف الاجابة. طبعا قال لي هنا easily house broken يعني ممكن يقعد في البيت بسهولة ده المفهوم من المصطلح بتاع house broken. 36 the synonym of the underlined word mild is المرادف بتاع الكلمة اللي تحت منها خط اللي هي mild طبعا mild معناها معتدل فطبعا hostile عدائي harsh قاسي او صارم كرول نفس الكلام صارم او قاسي هتبقى gentle ليا رقيق او لطيف هتسوي قريبة في المعنى من mild اللي هو معتدل. نشوف بقى مهارات الكتابة مع بعض او الترجمة الاول. يعني هنا الترجمة اللي هي من عربي الانجليزي قال تعد اللغة الانجليزية اهم وسيلة للتواصل في جميع انحاء العالم فاينما كنت ستجد من يتحدث الانجليزية. نشوف الترجمة الصحيحة مع بعض. طبعا يقول لي English is considering لا لان يبتدي دايما consider مبني المجهول English is considered يبقى بيها تبقى غلط. طبعا قال all over the world في جميع انحاء العالم اما under the world لا يبقى دي برضو هتبقى غلط. نشوف الصح ما بين سي ودي. قال the most important الاكثر اهمية وليس the least important الاقل اهمية يبقى الترجمة الصح عندي هتبقى letter D English is considered the most important means of communication all over the world wherever you are you will find a person speaks English. نشوف رقم 38
هل إن قراءة الأدب العالمي لها الكثير من المزايا مثل الفهم العميق لثقافة الشعوب وتفهم الاختلاف الثقافي فيما بيننا. نشوف الترجمة الصحيحة مع بعض. نوال الفهم العميق اللي هو deep understanding، أما shallow understanding ده الفهم الضحل، يبقى shallow معناها ضحل. ألا understanding وليس misunderstanding لي الفهم وليس سوء الفهم. يبقى قدامي A و B. طبعاً أن الاختلاف الثقافي فيما بيننا يبقى among us وليس through us. يبقى الترجمة الصحيحة letter A. لي reading world literature has a lot of advantages such as the deep understanding of people's cultures and understanding the cultural difference among us. طبعاً cultural difference هو الاختلاف الثقافي. طبعاً advantage ميزة وliterature هو الأدب. رقم 39 هنا عندي الترجمة من إنجليزي من عربي الإنجليزي. ألا أصبحت الهواتف الذكية خطرا عظيما على الأطفال والشباب لما تسببه من أضرار صحية وفقدانهم القدرة على التواصل بشكل جيد مع الآخرين. ثانيا مولا يتواصل بشكل جيد مع الآخرين هتبقى communicate with other people وليس another people، لأن نظر غالبا بتيجي بعدها مفرد بقول other people وليس another people. أولا great danger خطر عظيم وليس dangerous، لأن dangerous صفة دي معناها خطير مش هتنفع. نشوف بقى ما بين C و D. طبعا مفروض lose their ability بيفقدهم قدرتهم وليس disability لعدم القدرة. يبقى الترجمة الصح عندي هتبقى C. لوال فيها smartphones have become a great danger to children and youth because they cause health damages and make them lose their ability to communicate well with other people. نشوف رقم 40 اللي هنا اللي هي من عربي الانجليزي او من انجليزي العربي. A good personal hygiene is important for both health and social reasons. It entails keeping your hands, head and body clean. طبعا هنا entail معناها تستلزم. يبقى للنظافة الشخصية مهمة لكل من الصحة وأسباب اجتماعية، فهي بتتضمن أو تستلزم المحافظة على يديك ورأسك وجسمك نظيفين. نشوف الترجمة الصحيحة مع بعض. طبعا قال هنا مهمة health لأسباب health and social reasons، يبقى لأسباب صحية واجتماعية، ما لهاش أسباب اجتماعية شخصية يبقى دي هتبقى غلط. برضو ما لهاش صحية مجتمعية يبقى لها واجتماعية، يبقى عندي A و D غلط. طبعا هو ما جابش كل سيرة أرجلك خالص، هو قال هنا يديك ورأسك وجسمك your body، أما الأرجل فلم تأتي تماما. يبقى الترجمة الصح عندي هتبقى C. للنظافة الشخصية الجيدة مهمة لأسباب صحية واجتماعية، إنه يستلزم الحفاظ على نظافة يديك ورأسك وجسمك. نشوف رقم 41 طبعا برضو من إنجليزي العربي. اللي time plays a significant role in our lives، بل الوقت بيلعب دورا حيويا او مهما في حياتنا. If we understand the time value well، لو احنا فهمت قيمة الوقت بطريقة حسنة، then we can gain experience، يمكننا اكتساب الخبرة and develop skills over time، ونكتسب المهارات او نطور المهارات مع مرور الوقت. نشوف هنا الترجمة الصحيحة. قلنا over time بمرور الوقت، ففوق الوقت هتبقى غلط، باستخدام الوقت غلط، ببعض الوقت غلط. اللي جابت بمرور الوقت اللي هي letter B. يبقى ليلعب الوقت دورا مهما في حياتنا اذا فهمنا مقدار الوقت بشكل جيد. طبعا هي المفروض هنا مش مقدار، المفروض قيمة الوقت، فيمكننا اكتساب الخبرة وتطوير المهارات بمرور الوقت. هي letter B صحيحة، بس المفروض مقدار دي يعني تبقى قيمة، لأن قالها value وليس
يبقى قيمة الوقت وليس مقدار الوقت. عندي بعد كده رقم 42 قال the state seeks to implement a comprehensive health insurance system، يبقى للدولة بتسعى ان هي تطبق نظام تأميني صحي شامل in Egypt في مصر to include all categories لتتضمن كل الفئات and ages of citizens وأعمار المواطنين. نشوف الترجمة الصحيحة مع بعض. طبعا comprehensive معناه شامل وليس كبير، متكامل ممكن تمشي زي الشامل نسبها للوقت. طبعا implement يطبق وليس توحيد، يعني هتبقى غلط. استخدام برضو لا، يستخدم احنا قلنا هنا هتبقى تنظيم تطبيق وليس استخدام، يبقى عندي ما بين. وطبعا هي كده كده الصح الكبير بي خرجت بره عشان الصح الكبير حتى لو استخدامها تمشي، يبقى الإجابة الصح ما بين A ودي. نشوف مع بعض. من لو الشامل هتيجي مع المتكامل لأن كومبرينسيف معناه شامل، فالمتكامل ممكن تمشي، إنما هنا بقى ليحتوي ماشي ليشمل جميع فئات وأعمار المواطنين، وعلى هنا كل الفئات وجميع الأعمار، يبقى ليحتوي على كل فئات وكبار السن. لا ده هنا ما جابش لكبار السن، يبقى دي هنا تبقى غلط. يبقى الترجمة الصحيحة تسعى الدولة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مصر لتشمل جميع فئات وأعمار المواطنين. عندي بقى مهارات الكتابة نشوفها مع بعض. 43 قال لي which are examples of bank situation marks، أي من التالي بيكون أمثلة لعلامات الترقيم؟ طبعا الكومز and full stops، يبقى اللي هي الفصلة والنقطة. 44 قال she speaks Russian fluently، هي تتحدث اللغة الروسية بطلاقة. fluently is a، طبعا تبقى adverb ظرف. عند 45 قال the old man toils in the field، يبقى للرجل العجوز بيتعب أو يكدح أو يكد في الحقل. toil is an طان toil هنا تبقى verb فعل. 46 and some areas are more rainy than others، يبقى لبعض المناطق بتكون اكثر مطرا من المناطق الاخرى. فرين هنا موقع يبقى في الجمله ايه؟ طبعا قلنا هنا rainy هتبقى adjective صفه. نشوف بقى 47 قال اي من التالي مرقم ترقيم صحيح؟ قال I called you many times، بأن أنا ناديت عليك مرات عديدة. however على الرغم من ذلك nobody answered، لم يرد أحد. نشوف الترقيم الصحيح. طبعا however لازم يجي قبلها إما كومة أو سيمي كولون أو بعدها كومة، فطبعا دي يبقى الترقيم الصحيح بتاعها ليه لتر سي. 48 قال which of the following سن، نفس الكلام الجملة اللي مترقمة ترقيم صحيح نهو. بعد الجملة المترقمة صح هنا هي هتبقى letter B. نشوفها ليه؟ لأن طبعا قال لي Egypt has many problems، مصر لديها مشاكل عديدة، هيقول المشاكل دي بقى بحط colon دي فصلتين عشان أقول الحاجات اللي هي المشاكل. بعد كده بعد قايمة فبيحط comma بين واحدة والتانية وفي الآخر بيحط and، يبقى هتبقى هنا Egypt has many problems، يبقى مصر لديها مشاكل عديدة، أنا اللي بقى البطالة نقص المياه والتلوث. رقم 49 نشوف برضو الجملة المترقمة صح. قال إذا كريمنال سيرندر، المجرم استسلم، هي ووز ديفيتد، هو هزم. طبعا جملتين ما فيش رابط بينهم فنربط هنا بالسيمي كولون، يبقى الترقيم الصحيح يبقى لتر بي. عندي اخر جملة نشوف برضو جملة مترقمة الصحيحة فيهم. طبعا بقول لي all what محمد صلاح has on mind goals، يبقى كل اللي محمد صلاح حطه في دماغه هو الاهداف، فطبعا هنا لابد عشان الجولز دي يعني الجملة اللي قبلها بتعرفها يبقى حاططها ما بين نقطتين، فطبعا دي يعني هتبقى غلط على طول. طبعا هنا ما فيش علامة استفهام لانها جملة خبرية، ما فيش تعجب، هتبقى الإجابة الصحيحة ليا A، ليا كل اللي محمد صلاح حطه في دماغه هي الأهداف. وطبعا دي تلات امتحانات معنا، لسه تلات امتحانات تانيين تبع أميزنج هنشوفهم برضو إن شاء الله.
وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.